club.com. شو ما حكينا عنا يا ريت تقاليل طلت مع موجات البحر وسحر الكون بطلتها صارت كل حجار البر تتغزل بشهرتها لؤلؤتنا العقارية معكن بتحتفل بوجودكن رح تكرم نجوم الفن والغناء يلي شاركونا الفرحة مثل ما رح يشاركوكن انتو ضيوفنا الأعزاء الجيرة والسكن بربوع مشاريع الهنية. سهرتنا حافلة وغنية بألمع نجوم الغنية نبدأ مع سحر الحلا والجمال والدلال وسيم يلي ما في مثله مثال خفة ضلة عم تتغزل بحلاوة أغنية وعذوبة صوتها عم تتغنى بمعانية إحساس جديد بقلبي بيزيد كل ما بتطلع فيي أنا ما بدي إلكن أحلى كلام بدنا نعيشكن بحنين وغرام مع النجمة اللبنانية الفنانة نانسي عجرم.
الحب غير معنى الكون، خلى له شكل وطعم ولون، سكر زيادة لا مش بعادة، أنا حاسة إني هاتي إحنا اللي بالحب صالحنا أيامنا والباحث رحنا فوت وعدي علشان تعدي وتحمي نفسك إيش اللي راح على طول على طول ما تسيبش زعلك مرة يكون افرح شوية مساء الخير واهلا وسهلا فيكم جميعا. ما سمعت. بدي اول شيء بدي بارك للؤلؤة العقارية بعيدها الثالث، وان شاء الله المزيد دايما من الازدهار والنجاح يا رب. وبدي اكيد كمان بدي اشكر رئيس مجلس الاداره شيخ عيسى بن زايد ال نهيان، ورئيس المجلس التنفيذي سعادة سيف خلفان السويدي، وان شاء الله دايما بالنجاح والتقدم يا رب. وكمان بدي رحب بالمصمم الازياء الموهوب توني يعقوب، اهلا وسهلا فيك. بدي اتشكره على الفستان الحلو الليله، وان شاء الله تكون سهره حلوه. cdrumclub.com